بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ بدء، كل عام وأنتم بخير، ونشكر إدارة كلية تقنية الطاقة شمرة على اعتماد برنامج الدراسة عن بعد حفاظا على الطلبة وتمكينهم من مواصلة دراستهم. إن شاء الله سوف أكون هنا معكم أنا علي الويجي لإعطاء مقرر هيت ترانسفير تقابل حرارة جي اي 231، وإن شاء الله ربي يقدرنا على توصيل المعلومة المفيدة والميسرة لكم. What is heat transfer؟ ما المقصود بالهيت ترانسفير؟ ما المقصود بانتقال الحرارة؟ heat transfer also referred to simply as heat، نقل الحرارة التي يشار إليها دائما ببساطة باسم الحرارة. And the heat transfer also referred to simply as heat، يشار إليها دائما باسم الحرارة. Is the movement of thermal energy from one thing to another thing of different temperature. تعريف مداحة. Is the movement هو عبارة عن of thermal energy، عبارة عن حركة movement of thermal energy، الطاقة الحرارية from one thing to another thing، من شيء إلى شيء آخر، ولكن هناك شرط of different temperature. different temperature لازم يكون هناك فرق في درجات الحرارة. There are three different ways the heat كان ترانسفير، يوجد ثلاث طرق مهمة جدا لانتقال الحرارة. يبدأ توجد كم طريقة؟ ثلاثة. three different ways the heat can transfer، اللي هي أول طريقة اللي هي طريقة الكوندكشن، اللي هي يقولوا لها التوصيل، وتكون through direct contact، تكون عن طريق الاتصال المباشر، هنشوفوها توا. اثنين الكونفكشن اللي هي الحمل، وتكون through fluid movement، وتكون عن طريق حركة الموائع أو السوائل، أو آخر شيء اللي هي radiation اللي هو الإشعاع، وتكون through electromagnetic waves اللي هي من خلال الموجات الكهرومغناطيسية. أيضا من خلال الهيت ترانسفير نهتم بتحديد درجات الحرارة النهائية للمواد، وأيضا الوقت الذي تستغرقه هذه المواد للوصول إلى درجات الحرارة هذه، وأيضا تساعدنا على معرفة مستوى العزل المطلوب بضمان عدم فقدان الحرارة من النظام، وهذين بإذن الله تعالى حنشوفوهم كلهم في المحاضرات القادمة. أول نوع من أنواع انتقال الحرارة هو الكوندكشن، التوصيل. كوندكشن، Conduction is the transfer of heat between substances that are in direct contact with each other. التوصيل عبارة عن نقل الحرارة ما بين المواد التي تكون على اتصال مباشر مع بعضها البعض، يعني تكون في اتصال مباشر، ضروري contact. The conduction is the transfer of heat، عبارة عن انتقال حرارة، between substance، بين المواد، that are in direct contact، تكون في اتصال مباشر، with each other، مع بعضها البعض. The better the conductor, the more rapidly heat will be transferred. يبدأ كلما كان الموصل أفضل، كلما تم نقل الحرارة بسرعة أكبر. يبدأ الموصل عاد يكون موصل أفضل، جيد توصيل الحرارة، الحرارة تنتقل أفضل. Metal is a good conduction of heat، يعتبر المعدن أحسن موصل للحرارة. Conduction occurs when substance the heated particle will gain more energy
and vibrate more. عندما يحدث التوصيل عند تصخين المادة، عند صخن المادة، انه بنديروا عملية التوصيل عن طريق الكونتاكت مع بعضها البعض، ستكتسب الجسيمات طاقة أكبر وتهتز أكثر. يبدأ هنا الكونتاكشن الكوز، عملية التوصيل تحدث when substance، عندما تكون المادة is heated، عندما نسخن المادة. البارتكلز اللي هي الجسيمات will gain more energy، الجسيمات تكتسب طاقة أكبر and vibrate more، وتهتز أكثر، تصير عملية اهتزاز أكثر. بعدين شو يصير؟ these molecules، هذه الجزيئات، then bump into nearby particle and transfer some of their energy to them. ثم تصطدم هذه الجزيئات بالجسيمات القريبة منها وتحول بعض طاقتها إليها. This then continues and passes the energy from the hot and down to the colder end of the substance. ثم يستمر هذا ويمرر الطاقة دائما من الطرف الساخن إلى الطرف الأكثر برودة حتى تتم عملية الكوندكشن. يبدأ الكوندكشن عبارة عن transfer of heat between substances that are in direct contact with each other، عبارة عن نقل الحرارة بين المواد التي تكون على اتصال مباشر مع بعضها البعض. The better the conductor the more rapidly heat will be transferred، كلما تكون الموصل أفضل كلما تم نقل الحرارة بسرعة أكبر. والمتر اللي هو المعدن يعتبر good conduction of heat، موصل جيد للحرارة. الكوندكشن occurs when a substance is heated، يحدث التوصيل عند تصخين المادة. البارتكلز اللي هي جسيمات will gain more energy، تكتسب طاقة أكبر، and vibrate more، وتهتز أكثر. These molecules، هذه الجزيئات، then bump into nearby particle، تصطدم هذه الجزيئات بالجسيمات القريبة منها وتحول بعض طاقتها إليها. transfer some of their energy of them. بعدين شو يصير؟ يستمر هذا. this then continues and passes the energy، وتم يستمر هذا وتمرر الطاقة دائما من الهوت إلى الكولد، من الجسم الساخن إلى الجزء البارد. النوع الثاني من أنواع انتقال الحرارة اللي هو الكونفكشن، الحمل، الكونفكشن. thermal energy is transferred from hot places to cold places by convection، يتم نقل الطاقة الحرارية من الأماكن الساخنة إلى الأماكن الباردة، تسمى هذه العملية بعملية الكونفكشن. الكونفكشن occurs when warm areas of a liquid or gas rise to cooler area in the liquid or gas. يحدث الحمل الحراري عندما ترتفع المناطق الأكثر دفئا من السائل أو الغاز إلى مناطق أكثر برودة في السائل أو الغاز، يعني تسخن من لوطة وتبدأ ترقى فوق، تبدأ الساخنة تحل محل الباردة أعلى. الكولر ليكويد أور غاز then takes the place of the warm area which have rising here، ثم يحل السائل أو الغاز البارد محل المناطق الأكثر
دفئا التي ارتفعت إلى أعلى. The result in a continuous circulation bottom, water boiling in pan is good example of these convection. طبعا وينتج عن ذلك نمط تداول مستمر ديما تبدأ ماشي وانك تسخن. وأحسن مثال اللي هو مقلاة الماء أو بالعامية طنجرة المية، بعد سخنوها المية تبدأ التسخين من الأسفل وتبدأ ترتفع إلى الأعلى. المية ساخنة تسخن الجزيئات اللي الأسفل ثم تبدأ ترتفع إلى الأعلى وتحل محل الجزيئات الباردة وتستمر العملية. Another good example of convection in the atmosphere اللي هو الحمل الحراري. أفضل مثال للحمل الحراري اللي هو الغلاف الجوي اللي هو يحدث فيه أيضا عملية انتقال الحرارة. يبدأ الكونفكشن تنتقل من الأماكن الساخنة إلى الأماكن الباردة، ويحدث عندما ترتفع هذه المناطق أو المياه أو الفلويد من المناطق الأكثر دفئا إلى المناطق الأكثر برودة. الكونفكشن is the sum of advection and diffusion. الحمل الحراري هو عبارة عن مجموع التأفق اللي هو الادفكشن أو الانتشار اللي هو diffusion. يبدأ الحمل عبارة عن مجموع حاجتين، advection تسمى التأفق والديفيوجن تسمى الانتشار. نعرفه أول شيء اللي هو advection is the heat transported by large scale movement of current in the fluid. يبدأ تعريف التأفق اللي هو advection عبارة عن الحرارة التي تنتقل عن طريق حركة واسعة النطاق للتيارات في المواعي. يبدأ الادفكشن is the heat transported by large scale movement، وعبارة عن الحرارة التي تنتقل عن طريق حركة الواسعة movement، حركة of current in the fluid في التيارات في المواعي. الديفيوجن اللي هو الانتشار is the random brown motion of individual particles in the fluid. الديفيوجن هو الانتشار وعبارة عن الحركة العشوائية. الديفيوجن is the random browning motion، عبارة عن الحركة العشوائية للجسيمات of individual particles، الجسيمات الفردية individual particle in the fluid في المواعي. يبدأ عندنا advection التأفق والديفيوجن هو الانتشار مع بعضهم يعطونا الكونفكشن. زي الأمثلة اللي أعطي لنا هنا example of convection include the effect of hot air rising and feeling اللي هو الكونفكشن currents. أمثلة على الحمل الحراري تأثير ارتفاع وهبوط الهواء الساخن في تيارات الحمل الحراري. أو the large scales convection currents of the atmosphere and oceans، أو تيارات الحمل الحراري على نطاق أوسع في الغلاف الجوي والمحيطات. ومثال بسيط جدا على عملية التأفق اللي هي عندما يحدث انفجار في الصخور المنصهرة، هذه هي تعتبر عملية تأفق. أو الانصهارات في البركانات هي تعتبر من عمليات التأفق. النوع الثالث من أنواع انتقال الحرارة اللي هو الراديشن اللي هو الحم هو اللي هو إشعاع عفوا راديشن. تعريف الراديشن is the transfer of energy due to electromagnetic
waves when thermal energy is converted by the movement of the charge of electron and protons in the material. الإشعاع هو نقل الطاقة بسبب الموجات الكهرومغناطيسية. Transfer نقل of energy الطاقة due to بسبب electromagnetic waves الموجات الكهرومغناطيسية. When thermal energy is converted عندما يتم تحويل الطاقة الحركية by the movement عن طريق حركة of the charges of electrons and protons in the material عن طريق حركة شحنات الإلكترونات والبروتونات عفوا في المادة. Radiation is a method of heat transfer that does not really open any contact between the heat source and the heated object as the case with conduction and convection. معناها أن الإشعاع هو عبارة عن طريقة لنقل الحرارة زي الكوندكشن اللي هو التوصيل خذيناها والكونفكشن، ولكن في عملية الإشعاع لا تعتمد على أي تلامس ما بين المصدر والجسم الساخن، مفيش أي شيء، مفيش تلامس بكل، يعني معناها مفيش وسيط كما هو الحال في التوصيل الحراري والحمل الحراري. الهيت كان بي ترانسميتد through empty space by thermal radiation often called inert radiation. أيضا يمكن أن تنتقل الحرارة على الرغم من هذا في الفضاء الفارغ، في الفضاء في شيء لا تسخن لا شيء، عن طريق الإشعاع الحراري ويسمى بالأشعة تحت الحمراء infrared radiation. الأشعة تحت الحمراء هي تنقل لنا الحرارة تسمى بالراديشن بالأشعة. هذا النوع this is type electromagnetic radiation يعرف بالإشعاع الكهرومغناطيسي. No masses is exchanged and no medium is required in the process of radiation. أيضا لا يتم تبادل الكتلة ونحتاجش في أي وسيط في عملية radiation. Radiation لا يوجد وسيط. أمثلة على ذلك example of radiation is the heat from the sun الحرارة اللي تجينا من أشعة الشمس تعتبر عملية radiation or أو الهيت released from the filament of light bulb وأيضا الحرارة المنبعثة من خيوط المصباح الكهربائي، هذين اثنين تعتبر من عمليات